أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله، مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية ربع نقل أو عربية ميكروباص وعايز تباعها من خلال القناة، هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-303-591. هتبعت لنا صور العربية وبعض المواصفات الخاصة بالعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 1998 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه جامبو موديل العربية 1998. العربية بحالة كويسة جدا، والمكنة بتاعت العربية وآلات الجر بحالة ممتازة. العربية راكب فيها كاوتش جديد وكمان بطارية جديدة. العربية بحالة ممتازة بدون أي ملاحظات أو مشاكل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه جامبو موديل العربية 1998. سعر العربية 135,000 جنيه. سعر العربية 135,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-62-33-59-67. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-62-33-59-67. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في أسعار جديدة ومواضيع جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.